أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. بعد الهجومات المتكررة لجمهوريتين معلنتين من طرف واحد ومدعومتين من روسيا كما هو معلوم، فرأينا أن دونباس اليوم تحت أولا الرصد الكامل للتيبيتو وتحت التسليح الكامل بالنسبة لثلاث طائرات بدون طيار من بيرقدار تيبيتو، لأول مرة تطير بهذا الحجم، وهناك الفيديوهات التي تؤكد حول إسكات الجبهة. أسكتت تركيا جبهة دونباس التي وصلت إلى قنص، محاولة قنص وزير داخلية أوكرانيا، فكان الوضع مأزوما. لكن بالنسبة للضربات الجراحية المحتملة لبيرقدار تيبيتو وضبط جميع المناطق بشكل دقيق للغاية وتسجيلات أيضا للتموقعات ومن ثم أيضا لكل الأسلحة، كل هذا أربك وبشكل كامل جبهة الانفصاليين الروس المدعومين من بوتين. إذن العملية اليوم أن الذي أسكت جبهة لمدة أكثر من 13 ساعة هي البيرقدار تيبيتو، وهذا واقع الحالي بالنسبة لشمال وغرب الإقليم دونتسك بالروسية ودونباس بالأوكرانية. على كل حال، فإن ما يجري الآن على العموم يذهب بعيدا باتجاه أولا قرار وزير الدفاع الأوكراني باستخدام كل البيرقدار، يعني طاقم البيرقدار بين ثلاث وصعود ثلاث بدل ثلاث إلى أربع على دونتسك وحدها. المسألة الأخرى والمهمة، ضبط الأجواء مهم جدا بالنسبة لأوكرانيا، فرض السيادة على الأجواء في دونباس، وهذا يقرره الآن البيرقدار. ثالث مسألة، أن دقة الصور ودقة ما يجري عليه الآن سيعطي أفقا لعدم القول أن هذا بدأ وهذا كان في وضعية كذا إلى آخره. صعود البيرقدار جمد الحركة عند الحالة التي عليها، خصوصا وأن الأمر يتعلق بالبيرقدار من جهة، يتعلق بشكل أكبر بطيران على المدينة في شمالها وأيضا في غربها، وهذا الذي شكل جزئيا نوعا من الردع النفسي. إذن أهم ما يمكن اليوم قوله أن مجرد أن تكون ثلاث طائرات في دونباس دفعة واحدة، وغدا متوقع أن تكون ما بين أربع إلى خمس طائرات دفعة واحدة، هذا يعني مباشرة المزيد من الردع، وثانيا إبعاد أي خطر بالنسبة لهذه العمليات، العمليات الاستثنائية، العمليات التي يحاول دائما أن يؤكد من خلالها الروس انطلاقا من مسلحين الانفصاليين. هنا لابد من الإشارة إلى وضعهم اليوم. الوضع اليوم وضعية هجومية، وبعد أربع ساعات فقط من الطيران للبيرقدار وجدنا أن وضعيتهم اختلفت مع الجولة الثانية من طيران ثلاث طائرات، لأن لدينا 12 في العمليات، 12 طائرة بيرقدار تطير الثلاث الأولى وبعدها الثلاث الثانية وهكذا لأربع جولات. هذه هي التي يعمل عليها الآن وزارة الدفاع، وتعمل عليها وزارة الدفاع الآن الأوكرانية من أجل الوصول إلى ضبط هذه الرقعة. المسألة الأخرى والمهمة للغاية، أن هناك ما بين الثلاث أن تكون مسلحة وفي نفس الوقت تجسسية، يعني أنها للاستعلام وأيضا للعمليات، وبالتالي فإن عندما تطير هذه الطائرة، وفي النسخة الأوكرانية على وجه التحديد نجد أن الأمر هنا مشترك، خصوصا وأن الانتقال الذي حدث والذي اعتبره الروس بأنه ربح كبير بالنسبة إليهم، عموم البيرقدار هي تطلب مستوى معين من الإطلاق،
هي لا تنطلق من مناطق ليست مؤهلة لحالة الطيران، فتعتبر على أن كل هذه المطارات المدنية تعد بمثابة أسلوب مؤكد لاستخدام البيرقدة. لما؟ لأنها لا يمكن استخدامها في ما سمي بالمطارات العسكرية من الصنف الأول، لابد من صنف ثاني، يعني محسنة، مطارات محسنة أو محسنة جدا بالنسبة لي كأي مقاتلة، كأي طائرة مدنية. لذلك فالتقدم الذي أراده على الأقل الروس أن مسألة البيرقدار، وانطلاقا من هذه النقطة على وجه التحديد، فهذا سيحد من كفاءتها. واقع الحال أنها تعمل من 3 إلى 5 مرات في حالة الإنزال الذي يكون بهذه الطريقة، يعني إنزال في مطار غير محسن، يعني صعب. في هذه الحالة لديها أكثر من 3 مرات إلى 5 مرات، وهذه لحالة الطوارئ يمكن استخدامها. ولذلك في البيرقدار يمكن استخدام مثل هذه الخاصية على وجه التحديد انطلاقا من هذه النقطة. النقطة الثانية والمهمة للغاية، على أن استغلال المطارات المدنية غير ممكنة الآن دون أن تعلن أوكرانيا على حالة الحرب، وبالتالي فإن هذا يحرم البيرقدار، لكنه يعطي أفقا آخر، أن التحسينات التي حدثت من طرف الأوكرانيين لبعض المطارات سمح بالقرب الشديد من دونباس بقدر يصل إلى حوالي 80 كيلومتر، يعني أن حالة الارتفاع العالية وضبط دونباس سيكون بشكل شديد المتانة، ويمكن أن نقول معه أنه من حبل متين قوي لا يمكن معه انفراط العقد، على الأقل بالنسبة للأوكرانيين في هذه المرحلة، وهم تحت الضغط خصوصا بعد إطلاق النار واستهداف وزير الداخلية الأوكراني من قلب الجبهات. إذن أمام وقف إطلاق النار، وهو يحاول مراقبة وقف إطلاق النار، نجد على أن الرصاص يذهب باتجاهه. إذن الأمر هنا أمر استثنائي بخصوص تأهيل البيرقدار الأوكراني لمثل هذه العمليات. وهنا يحضر شيء آخر، أن البيرقدار اليوم الذي هو مؤهل لمثل هذه المهام من داخل المطارات غير المحسنة توصل بها الأوكرانيون من طرف تركيا، وهذا أمر واقع. لذلك فال12 هذه التي تعمل الآن من مطارات محسنة، هناك أكثر من 18 طائرة محتملة، قد تكون بالنسبة للروس مجرد 6، لأن هناك 18 على عموم الدرونات الموجودة للبيرقدار، إذن 18 بمعنى أن هناك 12 في الصفقات السابقة، هناك 6 في الصفقة الحالية. ولذلك فهم يعتبرون أن حالة ما سمي بصعود 3 وإنزال 3، بمعنى أن هذه الدورة اليوم من دائما من جولة 3 طائرات، ثم بعدها 3 طائرات أخرى ضمن هذه 6 طائرات المؤكدة. المهم من كل هذا أن البيرقدار استطاعت أن تجمد النيران لسبب أساسي، أولا لمدى فعاليتها ويمكن أن تصيب أهدافها، وكل الأهداف في دونباس مكشوفة عن الآخر. يمكن للبيرقدار وعن طريق القوات الخاصة الأوكرانية أن يكون الهجوم والوصول إلى الحدود الروسية، إلى حدود القرم على وجه التحديد، إلى الحدود ما سمي بالحدود الروسية، لنكون دقيقين أكثر. أما بالنسبة لهذه الوضعية، فإن قررت الحكومة الأوكرانية التصعيد عبر البيرقدار والقصف، سيكون قصفا دقيقا جدا، وبالتالي ليس هناك أي ما سمي بخسائر جانبية خصوصا عن طريق المدنيين،
عبر المدنيين. إذن الأمر هنا بالنسبة للائحة هو طيران البئر قطر. وفي آخر المطاف حاول الأوكرانيون أن يعتمدوا على كل ما لديهم من تكتيكات للغرب وما تركه الغرب من أسلحة وإعادة انتشار ونشر بعض الجنود ونشر بعض إعادة نشر بعض الآليات خصوصا بالنسبة لجافلان وإلى آخره. كل هذا كان وزاد من توتير الوضع أكثر. بعد طيران البيرقدار اختلف الوضع لأننا أمام إمكانية الوصول إلى الأهداف بشكل دقيق جدا، ويمكن في حال إطلاق النار الإطلاق على الإطلاق، يعني مجرد إطلاق النار هناك إمكانية لإطلاق على مصدر النيران. وبالتالي فإن ما يتخوف منه الآن في دونباس هي هذه الهجومات التي تأتي على مصادر النيران، حيث تنطلق حيث يكون الرد. وهذا المخيف بالنسبة للروس في المنطقة، ولا يزال إلى الآن الأمر كله متعلق بالبرقدار بعد كل الذي عرفناه من أولا تجميد المزيد من إرسال السلاح إلى أوكرانيا، وهذه خلاصة صعبة جدا خصوصا بالنسبة للشعب الأوكراني. المسألة الثانية أن هناك تعزيز للبيرقدار، وهذا الذي خلق نوعا من تجميد الحالة النارية لا في الإطلاق ولا في الرد على مصدر النيران. في كل هذا تجمد كل شيء لسبب واحد، لأن مثل هذا الطيران على وجه التحديد الذي يمكن أن يصيب كما قلنا مصادر النيران بالرد الفوري سيكون له ما بعده، خصوصا وأن الروس يتخوفون فعلا من البيرقدار أمام هذا الوزن الإعلامي بالنسبة لهذه الطائرة من دون طيار. إذن هذه نقطة أساسية. النقطة الثانية والأكثر أهمية أن التأهيل الذي حدث لبعض المطارات المحسنة تجاه تنفيذ العمليات سهل لاستيراد أيضا بيرقدار تبتو أو تصنيعها على الفور انطلاقا من المصنع في أوكرانيا، والذي لا يزال يشتغل ويقاوم مع الأوكرانيين قضية ذهاب موظفيه أو إجلاء الأتراك هناك. إذن العملية هنا مدروسة للغاية وتضامنية بشكل أقوى، لكن على العموم فإن الأداء بالنسبة للبيرقدار جد هام خصوصا أمام مصادر النيران المنطلقة من هذا الإقليم. وفي خلاصة ثالثة وسريعة، فإن الروس اليوم لا يستطيعون العمل بالدرونات. انظروا إلى كل ما يجري الآن بعد أن كانت أورلان 10 وغيرها، الكل سحب، انسحبت كل الدرونات بشكل كامل الروسية على جبهة الأوكرانية أو الحدود الأوكرانية الروسية، وهذا يعطي امتياز كبير للغاية أمام سلاح الدرونات التركي الذي سيعمل المفاجأة بكل تأكيد انطلاقا من أولا مزيد من المقاومة. عوض أن تكون 3 ساعات كما أرادها الروس ستصبح إلى أسبوع على أقل تقدير. هذا بالنسبة ما بين كييف وآخر مدينة في أوكرانيا. المسألة الأخرى والمهمة جدا أن هناك محاولة بالنسبة لروسيا لضبط كل هذه المطارات المحسنة من أجل تدميرها عن الآخر في أول جولة، لذلك في إيقاف البيرقدار هو أهم ما يرغب فيه الروس. إن قرروا أي هجوم فأول ما سيكون مدمرا هي هذه المطارات المحسنة والمواجهات أساسا لهذه الدرونات. إذن الأمر هنا يعتقد أنه شديد الأهمية، و كفيل بأن نقول معه أن البيرقدار لا تزال في المعادلة، خصوصا بعد أن حضرت وألغت روسيا كل سلاحها للدرونات وانتقلت مباشرة إلى قواتها. أين تشعر بقواتها بعيدا عن المنافسة في قضية الدرونات؟ إذن كل هذا يجري الآن في دونباس،
ومهم جدا بالنسبة للأوكرانيين على وجه التحديد أن أعطوا لسلاح الجو عن طريق البيرقدار هذا الهامش من المناورة ال 12 إلى 13 ساعة الأخيرة من أجل وقف التصعيد والبدء في التراجع عن مثل أو خفض التصعيد على وجه أصح. إذن كل هذا يجري الآن وأمامنا أن البيرقدار هي التي استطاعت أن تمنع مصادر النيران مرة أخرى لأن القرار أتى برد النيران على مصادرها بنيران مضادة وبشكل أكثر. هذا هو قرار وزير الدفاع وهو الذي خلق التوازن في آخر المطاف. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.